ترفرف الأعلام في شوارع بورت مورسبي عاصمة بابا غينيا الجديدة ما يرمز للصداقة بين الصين وهذه الدولة الواقعة في المحيط الهادئ. تم بناء الطرق الواسعة ومحلات السوبر ماركت الكبيرة ومركز للمؤتمرات وأكثر من ذلك بفضل جهود الصين في المنطقة. يمكن للعامل الصيني أن يرشد 10 عمال محليين في عملهم الآن. قمنا بتدريب عدد كبير من العمال مهرة هنا، وسننظر فيما بعد في وظائف الإدارة، ويمكنهم القيام بالكثير من الأعمال الفنية. وتم بناء كل من السكك الحديدية ومبنى إدارة البلاد وأكبر مركز تسوق محلي من قبل شركة تشاينا هاربور الهندسية. كان إنجاز المشروع ضمان نجاح قيمة أبيك. بعد القيمة يمكن للسكان أيضا أن يستفيدوا منه لخلق ظروف حركة جيدة. دعم المشروع من قبل الحكومة المحلية كما يوفر فرص عمل للسكان. ووفقا لتقرير السياسة الاقتصادية لأبيك عام 2018، ستحتاج الاقتصادات بشكل جماعي إلى إنفاق 1.75 تريليون دولار أمريكي سنويا من عام 2020 إلى عام 2025 لتحقيق أهدافها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى أكثر من تريليوني دولار أمريكي سنويا من عام 2030 إلى عام 2035. وتقدر الاحتياجات الأكبر في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية. أعتقد أن أبيك سوف تجلب الكثير من الفرص، وسننتهز هذه الفرص لنبين للعالم كيف يمكننا تحقيق التعاون والتنمية المشتركة في المستقبل.